طلال، طلال العامر يلعب كرة قصيرة للأزهر حاج عيسى، خلاها لبدر، بدر للأزهر، الأزهر حاج عيسى في انطلاقة أمامية يمر للأزهر، حطها بينية، أحمد عجب بالجول، أحمد عجب بالجول ويخلصها عجب، ويخلصها عجب. توني قاعد أتكلم عن نادي القادسية اللي يبي أهداف ويبي تحقيق الانتصار ويبي تعزيز التقدم بهدف ثاني للاعب أحمد عجب اللي سجل الهدف الرابع لهذا الموسم والثاني للقادسية في هذه اللحظات في دقيقة 7 من شوط المباراة الثانية. يتقدم القادسية، قلت لك يعتمد على عمق دفاع نادي السالمية، ودائما أهداف القادسية بتأتي من خلال عمق الدفاع، ويتمكن عجب من ترجمة هذه الفرصة إلى هدف بعد أن أهدرها في شوط المباراة الأول. شوف الكرة البينية من الأزهر، حطها بينية جميلة وخطفها اللاعب أحمد عجب في خروج غير موفق كان للحارس سعد نعنزي. قادسية 2 لا شيء لنادي السالمية. فدقيقة